ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض صينية مكرونة بالجبن، مش البشاميل بقى، بالسجق والجبن، وحط لها كمان كوسة زي ما اتفقنا. الخضار اللي بنضيفه كتير جدا اللي بيتاكلش ده، بطلوا بقى الشباب والاطفال بياكلوش طبيخ ولا الكلام ده، يقولوا طبيخ لا مش واكل على طول اول كلمه. فاحنا نعمل الجديد وفي الخضار برضو. يعني دلوقتي هعمل المكرونه اللي بالسجق، هيحبوها قوي قوي، وهحط لها بقى حبه كوسه في النص كده تزويغه، ماشي. فانا عندي هنا ايه، مكرونه سجق كوسه جبنه شيدر مبشوره بصل جبنه موتزاريلا توم وصلصه. خلاص انا بغلي ميه على النار اهي، حط شويه ملح، نزل المكرونه، مكرونه قلم، نقلبها تقليبه، ونسيبها بقى تستلق شويه على ما احنا نسوي ايه الحشو او الخلطه اللي انا هعملها بيها. خلطه مش هسميها حشوه. اجيب معلقه من سمنه روابي، معلقه سمنه مش كبيره، معانا نورة. أهلا، ازيك من ده من أجزاء؟ ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ الحمد لله، ازيك انت عاملة ايه؟ الحمد لله، بس عايزة اطلب منك طلب. اتفضلي. عايزة مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة. حاضر، عينيا. ادي البصلة، حط شوية من الملح عليها وقلبها كده سنة، ابعد على النار شوية، اقطع بس ايه السجق، ماشي. ممكن نقطعها ايه حتتين كده حتى، بس تبقى طول المكرونه كده. وهروح منزلها على البصل، ماشي. البصلة دبلتها، تقريبا المكرونة واحدة كده عشان ما تبقاش في بعض. وادي السجق، يعني كيس مكرونة عليه حوالي نص كيلو من السجق. دي صينية مكرونة كده في الخفافي، حاجة حلوة جدا، وتنفع برضو في رمضان على فكرة، الأكلة دي حلوة قوي. جنبها طبق سلطة، طبق شوربة، مية مية. الجبن هنا جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر أو جبنة رومي مبشورة، خليها على جنب كده، دي للمكرونه بعد ما اخلصها خالص، واجي ادخلها على الصينيه. ده توم، معانا اكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك انت؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ بجد بجد انت ستي ما حصلتش. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. ثلاثه، انا اتعلمت من حضرتك حاجات كتير قوي. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا مدام، ده من ذوقك يا حبيبتي، ربنا يخليك. بقى حضرتك تجيب لنا حاجات ايه يعني حلوه عشان الشباب كده في رمضان. ما لهمش في الطبيخ ولا العك ده. صح، ما انا عارفه ما لهمش في الطبيخ خالص. لا، بركه حضرتك بقى. الله يكرمك. ما انا قلت احط لهم النهارده كوسه اهو ان شاء الله عشان ياكلوا الخضار. طبعا هيلاقوا مكرونه وهيلاقوا سجق، مش هيقدروا يقولوا لا حتى لو فيها كوسه، يعني خلي بالك. يا مدام نجلاء، الله يكرمك يا رب. ما حصلتيش والله. ربنا يكرمك، ربنا يخليكي. ادي كده، حط بقى ايه معلقتين صلصه كبار ومعاهم شويه ميه،
شويه صغيرين يعني، يا دوبك ندوب بس الصلصه فيهم، معلقتين تلاته ميه بس. معانا اسراء. الو، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا اسراء؟ لو سمحت انا عايزه اعرف طريقه القرع العسل بالبشاميل. حاضر، ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا يا اسراء. بصوا كده، انا عايزاها ايه تستوي شويه، وادي المكرونه. اجيبها كده غلت كذا غلوة اهو، اجيبها بعيد واغطيها، ده كده بعيد عن النار واغطيها، تستوي اسرع من وهي تقعد تغلي كده على النار. وهنا بسوي في السجق كده، اروح مديها بقى قد حوالي نص كيلو من الكوسة، حوالي كده نص كيلو من الكوسة. وادبلها خالص، اتوه بمعنى اصح كده الكوسه في وسط الايه، السجق والصلصه دي. معانا محمد. الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه وحضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ليك سؤال يا محمد. عايز اعرف كريمه شوربه الفراخ الايه، كريمه شوربه الفراخ. شوربة فراخ بالكريمة؟ اه. حاضر 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 يا محمد، شكرا ليك. ادي بص كده اهو، ادبل بس الكوسة كويس. معانا شهد، اهلا وسهلا. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا شهد؟ انا بسلم عليك وعايزه طريقه البيتزا. البيتزا؟ حاضر حاضر يا شهد. كل الاسئله دي بسجلها لكم، وان شاء الله اللي ما لحقوش اقوله النهارده هقوله بكره. النهارده كمان في بيتزا محشيه، يعني عملي كمان اهو. حاضر، شويه ملح وفلفل انا كده على الايه، بظبط الملح عشان الكوسه. انا عايزه اديها سن التوم كمان عشان الكوسه بتحب التوم قوي. بصوا كده اهي، تقريبتين صغيرين مع التوم، وابدا بقى ايه المكرونه. هي كده زي ما استوت ان شاء الله يعني. بص على طول على طول، هي بتاخد وقت سريع قوي لما اشيلها من على النار، واغطيها اسرع من تفضل ميه تمطط فيها كده. تمام كده، اخدها بره بقى كده. واقلب السجق مع الكوسه والبصل والثوم كله مع بعضه كده. تجري صحي ولا ايه؟ تمام كده، سن الزيت. ابراهيم معايا؟ اه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك جدا على الحاجات اللي بتعمليها. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ازاي صحتك؟ الله يبارك فيك. انا ليا سؤال بس. اتفضلي. انا كل ما اجي اعمل كيكه بحسها زي اللي فيها ميه،
زي اللي فيها ميه. اه يعني ما بتستويش قصدك؟ ما بتستويش؟ لا بتبقى مستويه وكل حاجه. اه بس لما اجي اكلها بحس انها زي فيها حاجه زي الميه كده. زي الميه. هقول لك هو احتمال تكون كده ما استوتش حلو، يعني يا ما استوتش حلو يا اما فيها البخار بتاعها انت بتغطيها لما تطلعيها، ممكن بخارها يكون بيطريها اكتر يعني. بص شويه بقسماط ناعم بس عشان ايه الصينيه ما تلزقش. اميره؟ اه ازيك يا اميره؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا اميره؟ اه اتفضلي. بانيه. عايزه فراخ بانيه؟ اه. انت عندك كام سنه يا اميره؟ 15. اه طيب ماشي. ميره مش الف، اوكي. ماشي. طيب ماشي يا ميره، هقول لك البانيه بس يعني انت كبرتي قوي على البانيه ده. تطبخي بقى وتعملي محشي وحركات. حاضر عيني. بصوا كده سويها بقى كده. شوفي انا حاطه نص كيلو من الكوسه، انما ولا هيبان في الصينيه ولا هيقدروا يتكلموا ويقولوا لا ما اكلش عشان الكوسه. وانا ان شاء الله ان شاء الله يعني هحط خضار كتير في اكلات من دي، الاكلات اللي الاولاد بيحبوها اللي هي الجديده زي ما بيقولوا قوي دي، هحط فيها ان شاء الله فاصوليا خضراء واحط فيها كوسه واحط فيها كله ان شاء الله. حط بقى جبنه كده مبشوره، جبنه رومي او جبنه شيدر، وعليها جبنه موتزاريلا. تفتكري بقى هيقولوا على كل الكلام ده؟ لا ما يقدروش. طيب دلوقتي هحطها في الفرن وهطلع في فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفتنا. وفاصل ونواصل.